سهل جدا ان انت تشوف نفسك بعينك افضل حد في الدنيا، ولكن بيبقى شيء عظيم جدا لما الناس تبقى شايفاك بشكل مختلف وشايفاك بقدرك اللي البعض هنا داخليا مش شايفه. ولكن حابين نعرف الجميع النادي الاهلي بعيون عربيه عامل ازاي بعد التتويج بالعشره، وهتكون بدايتنا الجزائري علي بن شيخ اللاعب الدولي شاف النادي الاهلي ازاي وشاف مجد النادي الاهلي ازاي. نطلع ونشوف الفيديو. الاهلي المصري فاز امس بالكاس العاشره في لرابطه الابطال، هذا الفريق الذي واجهته على مرتين. هل تشعر بنوع من الحسره لما تشوف، ربما تفرح تشوف الشناوي كابتن ديكيب يهدي الكاس وقميص باسم بيبو الرقم 10 لمحمود الخطيب اسطوره نادي الاهلي المصري؟ البريزيدون محمود الخطيب اللي نحييه ونقولوا نبارك لهم اللي داو لو ديزيام تروفي هذايا، مبروك عليهم، ومازال يزدوا يديو كؤوس، لان صا سي دي بروفيسيونيل تاع الصح تاع الصح، سي دي بروفيسيونيل 10 وكذا، باسكو الناس تخدم صح. احنا كي ديناها هما ضربناهم بثلاثه. نذكر الجمهور الكريم انكم كي فزتوا انتم بكاس افريقيا وشبيبه القبائل بكاس افريقيا في 81 كانوا مازال ما داوش حتى شامبيون، داو في 82 باش داو الاولى، داو الاولى دوكا 10 ديجا، ودوكا كملوهم على التاريخ صحيح، بداو يكملوا يخدموا تاع صح. اليوم لحقوا وينهم يبنيوا في ملعب تاعهم صح، هذا احتراف صح، هذا احتراف صح. حنايا كي دينا هذاك الشيء كاع دار لك قانون ما لازمش 28 سنه 26 سنه حوزوا لنا نص تاع ليكيب، افهم علاش ما فهمناش. الحديث عن الفخر بتحقيق لقبين ورا بعض، حديث عن دور كابتن محمود الخطيب، وكمان الناس عارفه الاهلي بيعمل ايه كويس، وحديث عن ان الناس بتفكر ان يبقى عندها ملعبها الكبير المستقل يليق بيها، وان النادي الاهلي في حته ثانيه، وده شيء مهم جدا. بيتكلم طبعا عن الاحترافيه، ولكن هو اتكلم عن نقطه مهمه جدا، هي فكره الانديه الجزائريه والمشاركه لمولوديه الجزائر وتحقيق البطوله في سنه 76، ودي كانت السنه اللي شارك فيها النادي الاهلي، وكذلك شبيبه القبائل، واللي توقفوا عند رصيد بطوله في دوري ابطال افريقيا، برغم ان النادي الاهلي بدا سنه 82 تحقيق البطولات فوصلوا للنجمه العاشره، ومن هنا بتاتي احترافيه النادي الاهلي. ده الكلام اللي جاي من الجزائر ومن قناة الهداف الجزائرية، ومن الجزائر نطير بيكم للمغرب ونشوف أيضا الخبير القروي أو الكابتن عزيز بنييك بيتكلم عن النادي الأهلي إزاي وتحقيق اللقب إزاي بعد هزيمة الوداد في الدور نصف النهائي، عشان نعرف اللي احنا عاملينه في كنادي أهلي من تحقيق البطولات واصل إزاي للناس الأشقاء العرب. نشوف الفيديو ونرجع نعقب. هو فوز للمنظومة، صحيح أن اللاعبين بيلعبون في فوزون، لكن من خلفهم؟ من يدعمهم؟ إدارة كبيرة، رئيس يفهم الكرة، كان لاعب أسطورة، كان أسطورة لاعب، ما يضحكش عليه أي مدرب، يعرف يختار المدرب، يعرف يختار الناس اللي تشتغل حوله، يعرف يناقش، يعرف يحاسب المدرب مع طبعا مع الناس الموجودين، يعرف يختار اللاعبين الاجانب، يعرف يختار اللاعبين المحليين، هذا هو المهم. عندما ياتي مدرب ويجد ان الفريق مهيكل ما فيش مجال للعب، يشتغل في بيئه صحيه، ما فيش مجال للعب، ما يعملش كما هو يريد، يريح هذا ما يريحش هذا، يلعب كما يريد، هناك منظومه لازم يحترمها، وهذا هو المهم. مبروك عليكم كابتن وائل، مش عارف مبروك عليكم، تحكي على الاهلي وقصد الوداد، مش عارف هذا احساس، لا 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 مش هو مش عيب انه يحكي على الوداد، صح عيب، احنا نتعلم من مثال الناجح. الكابتن عزيز بنيك بيتكلم عن فكرة أسطورة كرة القدم المصرية الكابتن محمود الخطيب، ومش بس الكابتن محمود الخطيب، أشار كمان إن في منظومة بتعمل داخل النادي الأهلي، في كيان بيعمل للنجاح داخل النادي الأهلي، فبالتأكيد أي مدير فني هيكون عنده احتمالية النجاح وعنده طموح ان هو ينجح هيلاقي الاجواء مناسبة تماما داخل النادي الاهلي. ده كان لاعب سابق في فريق الوداد، وفي وقت خروج فريق الوداد شوفوا بيتكلم عن النادي الاهلي ازاي عشان الرسالة توصل للبعض اللي بيقلل من قيمة بطولة دوري ابطال افريقيا. ومن المغربي عزيز بنيج للتونسي قيصر يعقوبي لاعب الافريقي التونسي السابق، وهو بيشوف النادي الاهلي كما نادي ريال مدريد في أوروبا،
وصدق في التشبيه، لأن الفارق في البطولات بينهم شاسع مع أقرب الملاحقين ليهم على المستوى القاري. نطلع ونشوف الفيديو. C'est un club qui a le luxe, عنده الرفاهية باش يخلي ثلاثة لاعبين كبار ونجوم على دكة الاحتياط دون أن يخسر التوازن تاعو، دون أن يخسر فرص السيطرة على المباراة. ربح 3 بلاش، لا نوت اوري بو اتر بلوس علي، وكانت تكون البارح بنك الاحتياط كي هبط يسخن 14 مليون يورو قاعدين يسخنوا هبطوا يسخنوا. قلت لك أنا ذكرت لك ثلاثة فقط، دونك السيطرة كانت واضحة. أنا التشبيه دائما يجوز، نشبه الأهلي بريال مدريد في أوروبا. اليوم هذا النادي الكبير أو هذه المؤسسة، لأن أكبر من نادي، أصبحت عندها لديان متاع تشامبيونز ليج، يعني عندها الحامض النووي متاع تشامبيونز ليج. ولو أنه الأهلي في الباركور متاع السنة ماهوش الأهلي متاع العاد، ماهوش الأهلي القوي، الأهلي معناه دردعوه وغسروه في بعض المباريات. تعبير رائع يكاد يكون من أعظم التعبيرات اللي سمعتها عن النادي الأهلي من أي محب عربي، وهو النادي الأهلي لديه الدي ان اي او الحامض النووي بتاع الشامبيونز ليج الافريقيه. هنا مهم جدا، العمليه مش سهله، ده تراكم اجيال وتراكم مجهود سنين هو اللي بتشوف نتيجته. النادي الاهلي كبير القوم وكبير القوم في افريقيا، وسيظل هكذا ان شاء الله. جينات البطوله يا فارس، وجينات بطوله دوري ابطال افريقيا تحديدا. رحنا معاكم الجزائر، المغرب سمعنا الراي، كذلك تونس، ومستمرين في تونس والكلام عن فكرة هو إزاي النادي الأهلي بيتفوق وبيحقق البطولة. عشان إيه؟ نسمع طبعا الكابتن خالد حسني وهو بيتكلم عن أحقية النادي الأهلي بدوري الأبطال والأسباب من وجهة نظره بالفوز. نشوف الفيديو ونرجع نعقب. بلت مقارنة في البنك بتاع الترجي والبنك بتاع الأهلي. صح ولا لا؟ اتونسيون كبيرة عنك. بارك الله فيك. وقت نعرفوا احنا اللي البنك في مثل هذه المباريات الكبرى هو اللي يعمل الفارق، اما عنده وسائل وادوات واليات اللعب نتاعو. كي تجي تشوف انت لا كاليتي دي شانجمون تاع الترجي، لا كاليتي نتاع الاهلي فرق بعيد كبير ياسر. بارك الله فيك. من ناحيه اللاعبين، خاطر باقي نمشي انا كلاعب قديم مدرب، نمشي نقول سلوي كي برودوي لو جو الانتنسيتي، هو اللي يخلق اللعب والنسق والدنيا، هو اللاعب. انت كي تشوف 62 مينوت دخل افشه في بلاصه كور صالح محسن، صالح محسن 74 وقتاش مارك البونتو 67 خمس دقائق بعد عنده قيمه. بعديش حسن شحات خل 74 في 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 بلاصه طاهر محمد، ورامي ربيعه في بلاصه اكرم توفيق، وبايا لا هذا وشكون كذا في محمد شريف، ولا بويا لا سامحوني، من شكون يبقى ما لعبش؟ اسمعني يعني، وقت انا نقارن بالبنك كهرباء، هاي بارك الله فيك ياسر ابراهيم وليد سليمان وكهرباء، عندك انت طبعا لهجتنا التونسية الجميلة اللي تقريبا من كتر احتكاك النادي الأهلي مع الفرق التونسية والمتابع للإعلام التونسي خلاص بقى يقدر يفهم هما بيقول البنك أو دكة الاحتياط عندنا أو البدلاء عندنا، لما بيجي بيقارن بين المتاح لفريق الترجي في المواجهة على دكة البدلاء هما من وجهة نظره أن هما أقل بكتير من الأسيين، على عكس النادي الأهلي اللي بيمتلك دكة بدلاء قوية جدا. ذكر طبعا كابتن وليد سليمان، حسين الشحات، كهربا، صلاح محسن، حتى ولتر بواليا، وكمان الكابتن رامي ربيعة، وهي دي قيمة الفريق، وده بالفعل اللي احنا حافظينه كويس قوي. عشان تحقق البطولات النفس الطويل لازم يكون عندك دكة احتياط. الاحتياطي مش احتياطي، هو قريب من الأساسي بشكل كبير جدا، وأي لاعب يقدر يغيب تقدر تعوض غيابه، وده اللي حصل مع النادي الأهلي بالبطولة الأفريقية. ودول المنافسين اللي نفسه الأهلي على المستوى الأفريقي. وطبعا لقطة كايزر تشيفز والممر الشرفي اللي اتعمل في النهائي بتوضح لك قد إيه لما يكون المنافس بتاعك نزيه بيحلى جدا حصود أو حصد البطولة وحصد اللقب. دي تصريحات عربية أعتقد منحت النادي الأهلي جزء من حقه، فلو أنت شايف النادي الأهلي في مكانة أقل من دي فبالتأكيد المشكلة عندك أنت. نطلع فاصل واستنونا، وفقرة قوية جدا إن شاء الله بعد الفاصل.